It's good to be with you guys. We promise we won't be as aggressive as they normally have in these press conferences. انا مبسوط ان انا موجود معاكم الاول طبعا السلام عليكم مبسوط ان انا موجود معاكم وبنوعدكم ان هو مش هيكون مؤتمر شيق قوي يعني انه we are a lot calmer. انا دلوقتي هادي but it's good to be here and thanks for having us. انا مبسوط ان انا موجود هنا وشكرا لكم. ahead of a very very big and important clash. كان في حاجه حصلت قبل كده كانت قويه. So we're looking forward to it. مستنى وبيتمنى للمباراه طبعا هو بيقصد المباراه المقابله اللي جايه يعني. Yeah, well of course coach Pizzo has the intel of the club might not necessarily be of the squad and the way we play because a lot has changed since he was here. طبعا كوتش بيتسو على درايه كامله بالفرقه قعد وقت كتير موجود مع الفرقه بس ممكن دلوقتي مش كل التفاصيل موجوده عنده بس هو على درايه بالفرقه. From a tactical perspective there's a lot of new things that we've introduced. بالنسبه للتخطيط الخطط اللي بيلعب بيها او ماميلودي سان داونز بيلعب بيها ممكن هو مش على درايه كامله بيها. There's a lot of variations in relation to what we try to do when we have possession when we don't have possession. في كتير اختلافات لما بيكون من ساعه ما ساب لدلوقتي في طرق كتير اتغيرت في حاجات كتير اتغيرت هو مش على درايه بيها مع انه على علم انه في كان وقت كتير مع ماميلودي سان داونز اللي هو عايز يوصله لحضرتك ان هو على درايه بس مش كل التفاصيل موجوده معاه. And the squad profile has also changed quite a bit. برضه اللاعبين السكواد اللي موجودين معانا اتغيروا حتى البروفايل بتاعهم اتغير على ما كان كوتش بيتسو موجود. I mean this if you look at the starting lineup from last year to what we have this year is when we played here Al Ahly here last year the squad is completely or almost different. لو بصيت على الفريق اللي بدا السنه اللي فاتت مباراه النادي الاهلي وبصيت عليه السنه دي تقريبا بنسبه 70 او 80% تشكيل مختلف. But you can say the same about coach Pizzo because he's now had more experiences. ممكن تقول نفس الكلام على كوتش بيتسو لان هو برضه نفس الحكايه عنده الخبره الكافيه انه يقدر يشوف بيها. Different match experiences change the profile of the coach. برضو المباريات الاكسبيرينس بتاع المباريات تخطيط المباراه الواحده هو اكيد عنده الخبره دي. يعني تصريحات متوازنه جدا من